تندوف ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الأستاذ محمد بودالي، أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي لولاية تندوف. مساء الخير أستاذ، شكرا على هذه المداخلة. مساء الخير. إذا أستاذ، يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف. ربما نتحدث في البداية عن أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، خصوصا أنه كانت للرئيس قبل حوالي شهر من الآن زيارة إلى ولاية الجلفة. نعم، أشكر أولا قناة نهار على الاستضافة. فيما يخص زيارة رئيس الجمهورية لولاية تندوف، كانت زيارة مرتقبة في الحقيقة، وهي زيارة مهمة لسببين. السبب الأول هو يعني المكانة أو موقع الاستراتيجي لولاية تندوف، فهنا نتحدث عن البعد الاستراتيجي الجغرافي والبعد الاستراتيجي التنموي. نعم فولاية تندوف كما نعلم هي منطقة حدودية، عندها حدود مع دولة موريتانيا، حدود مع دولة الصحراء الغربية، فمن الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية مهمة جدا كونها البوابة للولوج إلى إفريقيا، هذا من الناحية الجغرافية. لو نتحدث كذلك عن البعد الاستراتيجي التنموي، فنجد أنه هناك مشاريع عديدة تم الانطلاق فيها فعليا في تندوف، وعلى رأسها مشروع القرن، هو مشروع غرج بيلاد، وهو مشروع كبير. يعني مشروع غرج بيلات هو بديل استراتيجي المحروقات. عندنا كذلك المعبر الحدودي ليربط ما بين ولاية تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية، وكان يعني عبارة عن بوابة كذلك الولوج للأسواق الإفريقية، وتم تصدير منتجات عديدة عن طريق هذا المعبر. ثم ثالثا يمكن القول كذلك عن المنطقة الحرة. المنطقة الحرة اللي راهي يعني راح تنشأ بجانب او بمحاذاه المعبر الحدودي، واللي راح تكون كذلك فرصه لجذب الاستثمارات الاجنبيه للجزائر، وفرصه كذلك لتعزيز التبادل. طيب، ربما أستاذ محمد بودالي ينضم إلينا عبر الهاتف السيد العبيد لحسن، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تندوف. مساء الخير أستاذ. مساء الخير سيدتي الفاضلة. إذن سيد النائب، نتحدث عن هذه الزيارة التي يقوم بها في هذه الأثناء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى هذه الولاية، ولاية تندوف. كما أشار الأستاذ أحمد بودالي، هي ولاية ربما خلينا نقول هي ولاية استراتيجية، ولاية حدودية لديها ربما العديد من الميزات والاستراتيجيات. نتحدث عن أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس إلى هذه الولاية. أكيد سيدتي الفاضلة، هذه الزيارة التي قدم بها السيد رئيس الجمهورية حاليا إلى ولاية تندوف تعتبر زيارة من أهم الزيارات، ذات البعد الاستراتيجي، ذات البعد الاقتصادي، ذات كل الأبعاد التي نحن ننظر من جوانبها الإيجابية. هي زيارة تاريخية، هي زيارة حظيت بها تندوف وحظي بها الوطن أجمع، هي زيارة تعتبر من زيارة ذات الأهمية الاقتصادية، ولا سيما جاء ليدشن أكبر ومن أهم المشاريع الكبرى هو منجم غرج بيلات، وكذلك السكة الحديدية التي تربط تندوف بالشارع حتى ولاية وهران. كذلك زيارة لأبعد منطقة، منطقة حدودية تندوف التي هي تعتبر عزيزة غالية على الشعب الجزائري كل، المنطقة التي أكيد تعرف وتلقى اهتمام من طرف السيد رئيس الجمهورية. أكيد زيارة ستحظى كذلك بتدعيم وإعطاء مشاريع ذات الأهمية البالغة، وبالتالي نحن نفتخر بهذه الزيارة ونعتبرها مكسب لهذه الولاية وللوطن أجمع بإذن الله. نتحدث أستاذ عن منجم غارج بيلات الذي يعد ربما أكبر منجم للحديد بالعالم، يعني من بين أكبر المناجم بالعالم للحديث. ربما اليوم رهان تطوير هذه المجالات الاقتصادية في هذه الولايات على غرار ولاية تندوف. اليوم كيف يمكن أن نعتمد على هذه الولاية وعلى هذا المنجم في خلينا نقول لتطوير الاقتصاد أكثر؟ أكيد لا يخفى على الجميع أن منجم غرج بيلات هو منجم احتياطي، من أكبر المناجم الاحتياطية في العالم، ذات الجودة في ما في بخصوص الجودة العالية في الحديد، الذي يعتبر كذلك ذات الكم الهائل، والذي يعتبر كذلك هو من أحد الاقتصادات التي يعتمد عليها في إطار
تطوير الاقتصاد وكذلك تدعيم البنى التحتية من خلال إنجاز الشقق الحديدية وربطها بكل قطر الوطن. أكيد غارج بيلات هو مكسب انتظرناه من الاستقلال، وإلى حين جاء السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فهو مشكور الذي كان صارما في قراراته، وكذلك كانت قراراته كذلك كلها تصب في الصالح العام. كانت قراراته كذلك من القرارات التي ذات الهدف والبعد الاستراتيجي. كانت قراراته حين قرر أن يكون لمنجم قرج بيلات انطلاقة وانطلاقة فعلية، وها هو اليوم يقف على هذا المشروع الضخم والضخم جدا الذي نستبشر خير به، التي فائدته ستعم على باقي قطر الجزائري، وبالتالي نحن فخورين بهذا، خصوصا لما نتحدث عن التنمية المحلية لولاية تندوف. بالنسبة لولاية تندوف أكيد هناك ستعرف إن شاء الله نهضة اقتصادية، نهضة صناعية، نهضة تجارية، ولا سيما عندما يرتبط بالمعبر الحدودي وتكتمل السكة الحديدية تندوف بشار، أين سيكون هناك تكامل في هذا المجال، وبالتالي ستعرف تندوف نهضة اقتصادية، نهضة تنموية واسعة في جميع المجالات، من حيث جانب الشغل، من حيث السكنات التي ستكون هناك سكنات معتبرة ستنتج على مستوى المناطق المحاذية لهذا المعبر، أين ستكون هناك نهضة في 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 جميع الجوانب، وسيكون هناك تنمية إن شاء الله إيجابية وذات، وسيعرف أهل المنطقة امتصاصا للبطالة، حيث ستعرف مناصب عدة وجمة في جميع المجالات، وبالتالي سيكون هناك استبشار خير في هذا المجال بإذن الله. أدعوك أستاذ محمد بودالي والسيد العبيد الحسن للبقاء معنا لمواصلة تندوف. أعيد وأرحب بضيفي الكريمين السيد العبيد الحسن نائب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تندوف، كما أرحب أيضا من جديد بالأستاذ محمد بودالي أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي لولاية تندوف. أستاذ أحمد أو محمد بودالي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مشروع أو منجم الحديد لغار جبيلات، خلينا ربما نتحدث الآن عن مشروع آخر، نتحدث عن مشروع السكة الحديدية. هذا المشروع هو الآخر من بين المشاريع الاستراتيجية الذي سيربط خلينا نقول ولاية تندوف بولاية بشار. نعم، هو يعني هذا المشروع كذلك يدخل ضمن التزامات رئيس الجمهورية. نعم. ونعرف انه رئيس الجمهوريه عنده 54 التزام للعهده الانتخابيه خلال العهده الانتخابيه تاعو، وبالتالي لو قرينا الالتزامات نصيبوا انه الالتزام رقم 15 والالتزام رقم 32 يصب في هذا المشروع. فالالتزام رقم 15 يتكلم عن انشاء مشاريع مهيكله وهياكل قاعديه كبرى، والالتزام 32 يتكلم عن تطوير شبكه الطرقات، تطوير شبكه الطرقات وفك العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمشة، وهذين الالتزامان يصبان في فائدة ولاية تندوف. فنتحدث اليوم على الهياكل القاعدية اللي ترافق وتدعم مشروع غارج بيلات، وهو السكة الحديدية. السكة الحديدية تكون على مسافة 5 كيلومتر بين ربما سنعود لك أستاذ محمد بودالي. سيد العبيد الأحسن، نتحدث عن مشروع آخر من بين المشاريع الاستراتيجية في هذه الولاية الجنوبية الحدودية، نتحدث عن مشروع السكة الحديدية الذي سيربط بين ولاية تندوف وولاية بشار. ربما ما هي يعني النظرة الاقتصادية لهذا المشروع الاستراتيجي؟ أكيد بالنسبة للنظرة الاستراتيجية لهذا المشروع الاستراتيجي هي أكيد خصوصا لما نتحدث عن تطوير القاعدة، ربما قاعدة الطرقات في هذه الولايات الجنوبية. أكيد كما تعلمين سيدتي الفاضلة ويعلم كل المستمعين وكل متتبعي قناة النهار أن تندوف تبعد على أقرب ولاية، ولاية بشار تبعد ب 800 كيلومتر، حيث يعتبر هذا المكسب، هذا المكسب الذي نحن في صدد في 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 صدد اليوم زيارة السيد الرئيس، والتي ستعرف انطلاقة فعلية، ستعرف تندوف فك العزلة من حيث الربط بالسكة الحديدية، وكذلك من حيث النقل
والمواصلات، ولا سيما عندما تعتبر هذه السكة الحديدية، تعتبر هذه السكة الحديدية هي سكة ذات أمرين: الأمر الأول يتعلق بنقل البضائع، وهنا يتعلق بنقل الحديد. الأمر الثاني يتعلق بنقل المسافرين. وبالتالي ستكون هناك ربط مباشر، وستعرف تندوف الانتهاء ما يسمى بالعزلة التي كانت تحظى بها وكانت دائما تعاني منها بحكم البعد، التي تعتبر تندوف منطقة حدودية بعيدة كل البعد عن ولاية الوطن. وهذا جانب. الجانب الآخر وهو كذلك عندما فائدة إيجابية، وهي عندما يكون هناك نقل للسلع والبضائع سيكون هناك تخفيض في القيمة، قيمة المبيعات، لأنها سيتعرف انخفاض في قيمة النقل، لأن النقل بالسكة الحديدية هو أقل تكلفة وأقل قيمة من حيث النقل، وبالتالي كذلك نعرف كذلك توفر في المواد الأولية التي دائما نحن في حاجة إليها، ولا سيما أن تندوف من الولايات الفتية التي تعرف نهضة استثمارية، نهضة اقتصادية، التي تعرف الكثير من البناءات والكثير من الإنجازات التي ستكون لها الأثر الإيجابي عندما نتمكن من الربط بهذه الطرق وهذه المواصلات. كممثلين ربما لهذه الولاية السيد العبيد الأحسن، ونحن نتحدث عن يعني الاستراتيجية هذه الولاية، نتحدث ربما عن النقائص التي تعرفها هذه الولاية. أكيد بالنسبة لولاية تندوف، هي تعتبر منطقة في الجنوب الغربي. الأمر الذي كنا نرغب فيه يبدو أنه تحقق جليا من خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية، وهي أولا الامتصاص في البطالة، حيث ستعرف ولاية تندوف كذلك إن شاء الله مناصب كثيرة وكثيرة جدا، في سواء على مستوى إنجاز السكة الحديدية، سواء في منجم غرج بيلات، وكذلك المناصب الدائمة والمناصب التي ستكون لها ما بعد مثلا مباشرة، مناصب مباشرة ومناصب غير مباشرة. هذه نقطة، حيث كانت تندوف تعرف قلة المناصب وانعدامها وانعدام المؤسسات الكبرى وانعدام المؤسسات الاقتصادية، فهذا الجانب الحمد لله سيكون له أثر إيجابي، وسيتنفس شباب المنطقة وسكان المنطقة السعداء من حيث توفير المناصب، وكذلك من حيث تطور البنى كلها، لا من حيث الفندقة ولا من حيث كل الوسائل التي كانت الولايات الشمالية والولايات التي هي في الهضاب ستزخر بها تندوف إن شاء الله من خلال هذه المشاريع التي وقف السيد رئيس الجمهورية اليوم تحقيقا لالتزاماته وتحقيقا لاهتمامه بهذه المنطقة وبسكانها، واهتمامته بكل المتطلبات التي يتطلبها الوطن من حيث انتعاش اقتصاده. وكذلك لا نتكلم دائما ونقول أن هذا الأمر سيكون له الأثر الإيجابي على تندوف فقط، إنما أؤكد سيكون له الأثر الإيجابي على قطر الوطني كامل، ولا سيما الولايات الحدودية الموالية كولاية بشار وبني عباس، والولايات التي ستكون كذلك لها امتصاص في البطالة، وكذلك المصانع التي ستكون بعد إن شاء الله الانطلاق الرسمي هذه المشاريع الضخمة، ولا سيما غرج بيلات الذي يعتبر مهما جدا. طيب أستاذ أحمد محمد بودالي، ربما أعود ليك ونتحدث بما أنه نتحدث عن هذه المشاريع الاستراتيجية التي تسخر بها ولاية تندوف، نتحدث عن الطريق الذي يربط ولاية تندوف بزويرات الموريتانية، ونحن نتحدث خلال السنوات الأخيرة ربما عن رفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، ربما إلى أي مدى سيعمل هذا الطريق في الرفع من هذه القيمة، قيمة الصادرات خارج المحروقات، خلينا نقول يكون بوابة التجارة، بوابة الجزائر نحو غزو الأسواق الإفريقية. نعم، يعني كما قلت لك هذا الطريق أو المعبر الحدودي ساهم بشكل كبير في الصادرات اللي كانت يعني تجي من مناطق الشمال، من الجزائر العاصمة، من تيزي وزو، من وهران، وتدخل إلى عمق إفريقيا، إلى بلدان إفريقيا، ساهمت في تكوين يعني عملة صعبة، دخلت الجزائر سنة 2022 بملايين الدولارات،
كذلك ما ننسوش انه خط السكه الحديديه الذي سوف ينشا حاليا راح يدعم، اكيد راح يدعم التصدير، لانه راح يقلل من التكلفه، لانه لما تجيب انت البضائع في سكه حديديه الى تندوف ثم يتم تصديرها عبر المعبر الحدودي، هذا يعني حبيت نقول انه الهياكل القاعديه التي ترافق يعني مشروع غارج بيلات ليست يعني لا يستفيد منها غارج بيلات فحسب، انما تدعم كذلك، تدعم شيئين، الشيء الاول هو راح تدعم الصادرات نحو زويرات ونحو موريتانيا، وراح تدعم كذلك المنطقه الحره، قلت لك كاين منطقه حره راح تنشأ على بمحاذاة المعبر الحدودي وراح تكون فيها شركات أجنبية، وبالتالي راح يسهل القطار من تموين العملية الإنتاجية في البداية، وراح يسهل من تسويق المنتجات إلى الشمال. نعم، شكرا لك أستاذ محمد بودالي، أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي لولاية تندوف على هذه المداخلة. ربما في نقطة أخيرة، السيد العبيد الحسن، سيكون خلال برنامج هذه الزيارة لرئيس الجمهورية لقاء مع المجتمع المدني، ربما ما هي توقعاتكم حول يعني انشغالات ساكنة ولاية تندوف الذين يعني يقومون بإعطائها أو إيصالها لرئيس الجمهورية؟ أكيد في من خلال من أحد نقاط زيارة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو لقاؤه مع المجتمع المدني، حيث تندوف تعرف احتفالا وعرسا كبيرا، حيث تنادى جميع السكان ومواطني ولاية تندوف بالاحتفال بهذا الزيارة التي حظينا بها. بالنسبة للنقاط الأساسية التي ستعرف مثلا الإثراء والمناقشة من خلال استقبال السيد رئيس الجمهورية ومن خلال قاعة الجلسة التي ستحضن أعيان وجهاء وإطارات ومواطني تندوف، هي تقريبا ربما مثلا مطلب أساسي، وهو سيكون لنا مطلب نرفعه هو من أجل الوصول إلى ربط بالمياه الصالحة للشرب، لأن تندوف تعتبر من المياه التي لا تتوفر على كم هائل من المياه الباطنية، وبالتالي لابد من استراتيجية تراعى في هذا المجال. الأمر الآخر وهو أكيد سيكون سيكون كذلك تخصيص جل المصانع التي سيكون مثلا الحديد خارج بلاد من خلال الانطلاق في 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 في, في, في الإنتاج، ستكون هناك مطالبة بأن يكون لتندوف حظا أخر في هذا المجال، ولا سيما من تخصيص المناصب وغيرها من الأمور التي يتطلبها المواطن اليومي. كذلك الأمر الآخر وهو سيكون هناك مطلب لأن تكون نقطة حياة في غرج بيلات، وأكيد هذا الأمر لا يخفى على سيد رئيس الجمهورية وسيكون في برامجه أن تكون هناك نقطة حياة على مستوى منطقة جبيلات، من حيث بناء سكنات، من حيث بناء البنى التحتية، حتى تعرف هذه المنطقة انتعاش كبير التي نطمح إليه، ويكون هناك ربط بين تندوف كولاية وبين منطقة جبيلات، ستكون كذلك لها الأثر الإيجابي في هذا المجال، ويكون هناك تواصل وتنمية مستدامة في المجال هذا إن شاء الله. شكرا لك سيد العبيد الحسن، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تندوف، عن هذه المداخلة. إذا بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية تفاصيل هذا الموعد الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة.